الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتشرف باسم حضرتك. ابو باسل من مصر، اهلا بيك يا ابو باسم، اتفضل. ازيك يا استاذ احمد؟ ربنا الحمد يبارك لله فيك. تمام، ربنا يعزك يا رب. حضرتك يا استاذ احمد، الموضوع كله يتلخص في الحكم العسكري من ايوه 52 واحنا عمالين المنحدر ينهار. احنا دلوقتي بننهار بسرعة الصاروخ، دخلنا تحت الأرض، ما عدناش قيمة من يوم ما كان في انقلاب عسكري سنة 52. شوف حضرتك، قبل الانقلاب ده كان المصريين عايشين ازاي؟ حتى لو كان في فقر، لو كان في كذا، كان الجنيه المصري يسوى كام؟ كان الناس بتيجي تشتغل جوه مصر، اليوناني والايطالي والجريجي واللي مش عارف ايه، كل دول كانوا بيجوا يشتغلوا عندنا. ايوه ما كناش بنعرف مطاعم غير المطاعم الاجنبيه وجروبي وغيره وغيره وغيره. دلوقتي الوضع اختلف احنا يا بلايز، دلوقتي بقينا احنا اللي بنطلع رحلات موت وهجره غير شرعيه عشان ندور على لقمه العيش في حته غير بلدنا. ايوه، بقينا احنا اللي بنروح نشحت هناك. ايوه يا ريتنا بنروح نشتغل، ده في ناس كتير يعني بتروح تشحن، أطفال عندها 7 سنين وثمان سنين بيطلعوا براكب، لا هم عارفين هيعيشوا ولا هيموتوا ولا هيعملوا إيه حتى. من ضمن طفل شفته امبارح على يوتيوب بيقول أنا رايح أتعلم، ايوه عنده 8 سنين بيقول رايح أتعلم. اه هل يعقل ده؟ طالما في حكم عسكري يا سيدي الفاضل عمرنا ما هيبقى لنا قيمة. طب هو ربنا ليه يخليك. ليه ليه أي دولة بتهتم بمواطنيها، بتقدرهم حتى لو هو مش مواطن من الدرجة، يعني مش دي بلده الأم، مجرد بس حصول المواطن على جنسية بلد أوروبي الوضع بيتغير فعلا خالص. يعني تلاقي في سفارة بتتكلم عنك، في دولة بتقف وراك. يعني يمكن أنا ذكرت لكم نماذج النهاردة، رامي شعث وباتريك هوت وآية حجازي، يعني حاجات بتحصل. يعني سبحان الله، انا مش عارف ايه السر. سيدي الفاضل، الناس دي بتعتبر ان الانسانيه لها احترام. انت انسان وانا انسان، كلنا متفقين حقوق وواجبات. زي ما حضرتك قلت في الاعلان اللي كنت بتقوله حضرتك في اول البرنامج. فهو معتبرك انت زيك زيه. رغم ان هم عندهم برضه العنصريه وما زالت موجوده العنصريه وكل حاجه، بس النسبه بقت اقل. احنا عايشين في عنصريه هنا اشنع ابشع. انت بشكرك، وصلت بتكلم ايه؟ رسالتك يا ابو باسل، بشكرك شكرا جزيلا.